أوصاف المتقين نجد عجبا في أول سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم جاء صفاته: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخره. هذه صفة المتقين. حينما نأتي للكتاب الله عز وجل من حيث أوصاف المتقين نجد عجبا في أول سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم جاء صفاته: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخره. هذه صفة المتقين. أوسع منها دلالة آية أي في سورة البقرة في قول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أتت بالدين كله، ويقول أن حق التقوى هي الدين كله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. هذا تعلق بالغيبيات والعقائد. وآت المال على حبه وفي القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهد إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال في خاتمة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتعلمون أن صيغة أولئك هم المتقون فيها معنى الحصر، فيها معنى الحصر، يعني كأن التقوى محصورة في هؤلاء. وهذه الآية كما تعلمون فيها العقائد وفيها الركنان العظيمان الصلاة والزكاة وفيها المال بكل تقسيماته وفيها البأساء والضراء وفيها الصبر وفيها الجهاد وفيها الصبر. لا أريد أن أقف عندها طويلا ولا تستحق الوقوف بل تستحق دروسا. المقصود هو الإشارة إلى ما دلت عليه الآية من معنى التقوى.